الجماهير هذا اليوم. ضاعت الكرة قبل أن تسبب أي تهديد حقيقي. من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير يرسلها تدرج كروي رائع، تمريرات سريعة، وقف موقف صعب الأندية الشوط الثاني مع صافرة البداية لباقي هذا اللقاء. نفس الأسماء التي بدأت هندو كانتي كم من الأهداف بهذا نيمار، والكرة تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. يبحث عن الفرج بابي وكول. هذه حصة تدريبية بعد أن انتهى الوقت الأصلي والوقت المضاف بدل الضائع صافرة. بعد هذا الأداء الكبير بابي رجل مباراة اليوم عن جدارة واستحقاق. برافو يا معلم الجمهور، بالتأكيد الرغبة الهائلة في تحقيق الفوز، الروح القتالية، الإصرار، المستوى العالي، الفرجة.